الحرب الإسرائيلية على غزة وما تخللها من نزوح وتشريد للعائلات الفلسطينية تسببت بمعاناة للأبناء الذين فقدوا معيلهم إما شهيداً أو جريحاً أو أسيراً أو محاصر. هرباً من شبح الموت نتيجة الجوع والفقر اللذان يلاحقان الأسر النازحة ممن فقدت معيلها، الطفل إياد الراعي ذو 13 ربيعاً أصبح يعيل أسرته المكونة من 7 أفراد جلهم من الأطفال، خاصة بعد بقاء والده محاصراً في مدينة غزة، حيث يعمل إياد في بيع المشروبات الساخنة لتلبية الاحتياجات الضرورية لعائلته. أبويا طلع لحاله بغزة وصرت أبيع شاي وقهوة، وإخواتي هدول خطيرين في رقبتي، لازم أبيع شاي وقهوة وأنا أجبر على صرفهم وأجيب لهم مصاري لهم، إن أنا ما اشتغلتش فيش حد حيجيب لهم مصاري إلا غير أنا الكبير فيهم. أبويا في غزة، أبويا حكى لي دير بالك على إخواتك هدول خطيئة في رقبتك، قال لهم يا يوم الدين بضلني أشتغل والدين المعلم 15 شيكل مسشوش حاجة في هذا الوضع، الأشياء غالية نار، مش عارف أنا مشي أمور في هذا 15، بتمنى أن تخلص هالحرب، ببيع شاي وقهوة إلي 6 شهور و 15 شيكل هذا الأجار، مش هقدر مشي أمور. على غرار الطفل إياد تعمل الفتاة بسمة الشاويش البالغة من العمر 22 عاماً في بيع أطباق الطعام الذي تحضره في مركز إيوائها، وذلك بعد أن فقدت إخوتها واستشهد والدها. بيتنا انقصف في غزة، إخواتي 2 استشهدوا وما ضلناش حاجة، جينا هنا يعني حفاظاً على حالنا وعلى أنفسنا. بعد ما اجينا هنا بابا اشتغل بمشروع كده، عمل فرنتينا واشتغل فيه فترة، بعد بفترة استشهد، فلما هو استشهد بطل فيه إلنا دخل ولا إلنا أي مساعدة نهائيا، يعني غير هيك احنا مستحيل نطلب حاجة من حدا، فاضطريت إن أنا أعمل هذا المشروع وأبلش فيه وأبيع فيه وظبط معايا، فمن يوم لحد اليوم وأنا مش محتاجة حد، بس إنه أنا ببيع فتة هومس. الطفل إياد وبسمة وغيرهم مئات الأطفال والفتيات يعيشون حياة أكبر من أعمارهم نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. عبد الهادي فرحات لقناة اليمن اليوم، قطاع غزة.